السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم غدير سالم. إن شاء الله النهاردة معنا درس بسيط وسهل جدا، اللي هو عندنا أبليكيشن في التركيبات الكهربائية وإزاي هنشرح إن شاء الله إزاي هتستخدم التطبيق ده في التركيبات الكهربائية بكل بساطة. فقبل ما نبدأ، إذا أنت مشترك اشترك في القناة وتفعيل زرار الجرس واللايك للفيديو وشير لأصحابك يتأم الفائدة للجميع. فجينا دخلنا على برنامج جوجل بلاي، فنكتب installation electrical، فده البرنامج بتاعنا طبعا ده installation electrical تركيبات الكهربائية. فنجي انا طبعا حملت التطبيق، تحملوها تدخل في جوجل بلاي تكتب installation electric، فطبعا انا حملت التطبيق ده، فهنجي نفتح وهننشر اكتر. ده فتحنا البرنامج، ده فتحنا كده البرنامج. فالبرنامج ده له لغتين، لغة برازيلية ولغة انجليزية. طبعا نختار اللغة الانجليزية، فاخترنا اللغة الانجليزية electric installation تركيبات الكهربائية. فهني ندخل في اول بداية، فلو عدة أنواع الأعمال الكهربائية تركيبات الكهربائية، فنجي في أول هاي اللام تريانجل باي بريمال سويتش 3 واي، ده مفتاح دفتوري. فنجي ندخل في أول هاي في أول تطبيق هنا، ده طبعا مفتاح دفتوري. فنجي إزاي نشرح إزاي توصل المفتاح دفتوري مع اللمبة. فده بكل بساطة، خليك انت مركز معي. طبعا مفتاح دفتوري تولى من هنا وتطفي من هنا وتطفي من هنا وتولى من هنا، او العكس هو الصحيح. فنجي اول حاجه اشوف هنا دي الفازه، نيجي نهدي هنا، ده نزلنا الفازه في المفتاح هنا. فنجي نوصل واحد من واحد، واحد من اثنين، واحد من واحد، واثنين من اثنين طبعا. فنزل راي اللمبه، راي اللمبه نزلناها هنا، فده النيوترون. وصلنا كده النيوترون، كده اللمبة، كده اللمبة اشتغلت. اشتغلنا الدائرة الأولى ده. فنجي في الدائرة البال اللام ترينجل باي 3 واي و 4 واي، هنا نشتغل هنا. فنجي ندخل فيها، دخلنا فيه الثاني ان شاء الله، ده مفتاح دفتوري. برضو خليك مركز معنا، اذا فهمت الدرس ده هتفهم كل شيء بوضوح ان شاء الله. ده مفتاح دفتوري، ننزل فازة. طبعا ده الرسمة الثانية من برنامج installation electrical، ده نزلنا الفازة هنا. فلين يوصل واحد ما واحد واثنين ما اثنين، فنفس كذلك نوصل واحد ما واحد واثنين ما اثنين. فننزل راجع اللمبة هنا، فننزل ده النيوترون طبعا فوق هنا، ده النيوترون هنا، ده النيوترون، نين علامة الصح هنا في النيوترون، ندي في النيوترون، النيوترون كده ان شاء الله دايرنا اكتملت. فنولى من هنا، ده كده اللمبة اشتغل. اذا عدت تنقل هنا طبعا بديك الكلام ده تاني اخرى هنا، اذا correct installation يعني الرسمة صحيحة هنا. اذا دو next، ممكن اذا دو next هيجيب لك ده كان مفتاح الجرس. ده طبعا ده الجرس، اسهل طريقة ازاي تثبت الجرس وتشغل المفتاح. فطبعا ده الجرس بتاعنا، ده الجرس طبعا، وده المفتاح بتاعه. فننزل الفازة، ده الفازة، نزلنا الفازة ونوصل الفازة هنا وننشيله النيوترون. ده كده تمام اكتمل، ده كده خلاص اكتمل. تيجي تدخل من هنا هيشتغل لها الجهاز ان شاء الله بيه. فنجي نخش في الرسمة الثالثة، نريد تاني نخش في التطبيق. فجأة طلع هو، نخش في التطبيق الثاني نفسي كذلك، نختار لغة انجليزية electric installation
ده البيل كنا في قبل شوية، في البيل هنا ده البيل، فاني نخش اللمبة اللي بعدها لام لام تريانجل باي فوتو سيل، يعني ده الخلية الضوئية، طبعا خشينا في الخلية الضوئية، فازاي توصل لمبة مع خلية ضوئية. نفس كذلك ني ننزل اللمبة، ننزل الفازة، نزلنا الفازة ني ننزل النيوترون، ننزل الفازة، نزلنا الفازة، فهنا ننزل النيوترون. فطبعا هنا نودي اللود، طبعا الخلية الضوئية له ثلاثة أطراف، في الكمان عندك النيوترون، عندك الكمان وعندك السورس وعندك اللود. فطبعا هنا الكمان ده النيوترون والسورس ده اللاين واللود، طبعا تودي للحمل بتاع اللمبة، فهنا وصول اللمبة. هنا تيجي نوصله مع اللمبة، دي وصلنا مع اللمبة، أي شيء خطأ خلط يعطيك خلط. نوصل النيوترون، طبعا ده وصلنا النيوترون، فوصلنا اللمبة هنا، النيوترون بتاع اللمبة بعدها، ده النيوترون بتاع اللمبة، وبعدين نوصل الراجع كده. إن شاء الله أنت إذا فهمت كل شيء بالوضوح هتفهم كل شيء بالأكتر. طبعا الخلية الضوئية له ثلاثة أطراف، الكمان والسورس واللود، دي نزل اللاين، نزلنا اللاين في الكمان والسورس بيدينا وخزينا أول خلية الضوئية بتاعنا، ادينا 220 عشان يشتغل. فطبعا اللود لللمبة، ده الرسمة الثالثة، خلاص هي اشتغلت، فهي تخط القطع هنا، فالخلية لمبة تشتغل. فهني نخش في الرسمة اللي بعدها، طبعا ندو ريستارت تاني من جديد، ني نخش الراجوة من جديد، ده حددنا عندنا اللاين، فهنا دي نيوترون، فنوصل النيوترون مع اللمبة مع بعضها، وهنا اللود كده ان شاء الله يكون تمام. فده اللام اشتغلنا في الرسمة اللي هنا، فنغش في الرسمة اللي بعدها، عندك اللام ترينجل لام ترينجل باي سينجل سويتش، ده هنا نغش في بعدها هنا، عشان في الرسمة اللي بعدها هنا. فان شاء الله النهاردة نوضح كل شيء بالوضوح، كل شيء هنا بالوضوء. ده اللمبة مفتاح فردي طبعا، فازاي توصل مفتاح مع اللمبة بكل وضوح. اللمبة الرسمة راح توضي كل شيء، كل رسومات هتوضي فيها. ننزل الفازة في اللمبة، فنوصل الراية اللمبة، نضيف اللمبة ونوصله بين نيوترون كده، ان شاء الله هتلقط كده، هشتغل كده هتجيف كده هتشتغل. فإذا أنت فهمت الرسمة ده هتفهم كل شيء بالوضوح. فدو نكس ندي البعد طول، ده إزاي توصل لمبة مع بريزة ومفتاح، إزاي توصل لمبة مع مفتاح اللمبة والبريزة. فطبعا أنت خليك مركز برضو هنا، دور له واحد مركز جامد عشان يشرح كل شيء يفهم بالوضوح. فطبعا نجيبه لاين نغزوه هنا ونغزوه، ده خزينة جينا المفتاح اللمبة خزينة باللاين، وجينا خزينة بيرز باللاين، طبعا باقي لنا النيوترون ده طبعا هنا في النص هنا اللي هنا، ده طبعا ايرسينج، ما عايزين ايرسينج، عايزين لاين ونيوترون. الرسمة اللي هتوضي كل شيء بالوضوح. فجينا وصلنا اللاين مع اللاين وكده، فنيجي نشيل ده لللمبة والراجع
نوصل نشيل الفازة دي طبعا الفازة نوصله هنا فنعمل كوبري مع بعض هنا تمام كمان اللمبة وشيلنا كوبري البريزة وطبعا نشيل ده الراية نوديل اللمبة فنين نغزو ده بالنيوترون وده الايرسين وصلنا الايرسين وهنيجي نوصل هنا باللمبة بالنيوترون كده ان شاء الله هتلقط فهني نشرع عملي نخشو عملي هنا ايه وصلنا هنا دي الخزينة والمفتاح لمبة فازة فازة باقي لنا النيوترون خزينة بريزة بالنيوترون باقي راجع اللمبة كده ان شاء الله هاشتغلت كده امور كل شيء بالوضوح وان شاء الله اكون فهمته كل شيء بالوضوح بريزة طبعا خزينة بريزة هنا طبعا امور كل شيء بالوضوح هنا تطفي هنا تولي تطفي تولي تطفي تولي فهني نخش بعد هنا تو لمبة لمبتين ده ده طبعا توصيل لمبتين تولي من هنا وتفي من هنا نفس كذلك نجيب اللاين لاينين هيك نعمله كوبري مع بعضه فنشي اي واحد راجع وهنا راجع فنجيب النيوترون ونجيب النيوترون طفي ولا طفي ولا ان شاء الله كل الناس تكون فهمت كل شيء وضوء نيجي هنا في اخر حاجه ده طبعا لمبتين وبريزه كل شيء نوضحه بالوضوء نيجي نحدد هنا فازه نشيل فازه فازه شنو؟ فجينا وصلنا اللواين باقي الرواج اللمبات دراجة ودراجة التاني باقي لنا النيوترون ونوصل برضو بالنيوترون نور فهيجي نوصل الثاني اول هاي نزلنا الرواجة نغزو باللواين فهيجي نغزو البريزة طبعا دي البريزة اللي خزيناها فهيجي نغزوها بالنيوترون برضو خزيناها بالنيوترون فهيجي نغزو خزو ديل بالنيوترون كي ولي طفي ولي طفي ولي طفي ولي كده ان شاء الله كله اللمبات هشتغل كده ادانا 220 فولت كده عندنا 220 فولت واللمبة هنا اشتغلت ده اللمبة اللي اشتغلت فهني نشوف اللمبة التانية نشوف اللمبة اللي بعدها برضو ما وصلنا لكن اللمبة التانية ده اشتغلت فان شاء الله كده يكون وضعنا درسنا وضحنا البرنامج ده فكل شيء شغال طفي ولا طفي ولا فأتمنى من حضراتكم أن تشتركوا في القناة وتفعيل زرار الجرس واللايك للفيديو وشير لأصحابك حيث أم الفائدة للجميع تحياتي قديرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.